أهلا بكم في موجز الأخبار. كشف أمر القوات الخاصة التابعة لميليشيات الكرامة ونيس بوخمادة عن قيام مجموعات تتبع ما أسماه بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحملات اعتقال ضد المواطنين وخاصة في ساعات الليل بمدينة بنغازي. بوخمادة وخلال الاجتماع الأول للغرفة الأمنية المشتركة اعترف بهشاشة وتفاقم الأوضاع الأمنية بالمدينة وبما أسماه الأساليب السلبية التي تشوهها، ولفت إلى أنه سيتم التعامل بقوة السلاح مع من وصفهم بالخارجين عن القانون ومكافحة كل الاختراقات الأمنية بالمدينة. عد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تحقيق الاستقرار في ليبيا عاملا حيويا لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط. وأضاف السبسي عقب لقاء جمعه السبت برئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني بالعاصمة تونس أن بلاده لا تدخر جهدا من أجل حث الليبيين على مواصلة الحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة. ومن جهته قال جنتيلوني إن وجهات النظر بين البلدين متطابقة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا. أعلنت غرفة عمليات الوادي تشكيل قوة دعم الأجهزة الأمنية بصبراطة التي ستختص بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية بها. وذكر بيان للغرفة الأحد أنها ستتولى عمليات القبض على المطلوبين في قضايا جنائية وفقا للشكاوى والبلاغات المقدمة لمراكز الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى. وأضاف البيان أن القوة ستباشر مهامها بعد الانتهاء من بعض الترتيبات اللازمة بحسب نص البيان. توقف السبت تدفق المياه عبر أنابيب منظومة الحسونة سهل جفارة المغذية لمدن الشمال الغربي وفق ما أعلنه جهاز مشروع النهر الصناعي. وطلب الجهاز في منشور له السبت الجهات الرسمية للدولة والشعب الليبي بحماية المشروع من العبث الذي تهدد تداعياته الأمن القومي وفق قوله. ودعت إدارة الجهاز إلى ضرورة إصدار ميثاق شرف أخلاقي لتحييد النهر الصناعي عن أي تجاذبات أو مطالبات لمصالح فئوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.